بسم الله الرحمن الرحيم. نداء إلى صاحب الجلالة. الموضوع جلالة الملك نصره الله وحفظه. الموضوع رفع الدرع عن السيد ابن رضا نور الدين رئيس جمعية إثبات الأشخاص ذوي القصور الكلى والمعاقين مريض سيدي الدياليز، وكان عاني من إعاقة جسدية. الموضوع هو واحد السيد جاري تكي عليا في الجمعية ديالي، الكراج ديالي اللي تحت الدار. أنا وهبت هاد الكراج درت جمعية الدياليز. كيجيو عندي سيدي الناس مرضى وأنا مريض الدياليز كنصفي، وهاد السيد اللي تكي عليا دار حرفة ألمنيوم، وهاد الحرفة فيها آلات. مع ذلك واخا تعرضت ليه التعرض هذا موجه الى رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، والتعرض الى عامل قاطع في المسيك، والتعرض الى رئيس الجماعة، والتعرض الى رئيس مقاطعة سباتة، والتعرض الى رئيس مقاطعة سباتة. وهذه الاستعادة تضامنية من جمعية المجتمع المدني معايا لما تعرضوا عليه فاش ريح الدار ديال البر. ها هما السنين معايا جمعية المجتمع المدني. وهذه الى السيف الى القسم الاقتصادي، وهذه الى رئيس مقاطعة سباتة. وهذه شكاية إلى عامل عام مقاطعة المسيك، وهذه شكاية إلى مقاطعة سباتة. وهذا التقرير ديالي الطبي، كنعاني من الدياليز ومن إعاقة جسدية. وهذه باش الحصص فاش كنصفي شهادة من الطبيبة. سيدي ملي كنجي للدار كنصفي، وكنصفي مع الخمسة كنجي من الماكينة اللي هي كنلقى فيها ورقة التسويح، فإذا كنتفاجئ سيدي خليت ارتاح. والسيدة اللي معطي لها موافقة لا والو. ومع ذلك مشيت للعمالة، ومشيت لمجلس المدينة، ومشيت للمقاطعة، ولكن هاد الناس عطاو رخصة بدون موافقة ديالي. تيقول لك السيد مشى دار الجورنال. السيدي ما كنقراش الجورنال، أنا مريض. تقارير الطبية ديالي هاهي، يعني عاطيني خصني غير ريح. هو الطبيب عاطيني مرضي خصني غير ريح في داري. الدولة قالت لي سير ريح في دارك، ولكن السيد كيزعجني في داري. هي التقارير كلها فيها 30 يوم 30 يوم 60 يوم وانا مريح غير في الدار ديالي. ومع ذلك هاد الناس عطاو لي السيد هاد الرخصة، وهاد السيد تكي لي ب 10 سنتيم. وملي سولت مجلس المدينة قلت لها اش عطيتوه الرخصة، قال لي سيدي راه الناس ديال العمالة وديال الجماعة سولنا، وياك سيدي ما عندو لا تعرض لا والو. حتى هاد الناس خفاو وثائق رسمية، والتعرض هاي كلها ما يفوق من 20 شكاية. وانا كنقول لهاد السيد حيد ديك الحرفة. ومع ذلك هاد الناس عطاو، كنتفاجئوا انه عطاو رخصة وعطاو هاد الماكينة. وهذا التجأ فيا صاحب جلالة، لان هاد العمالة والمقاطعة ومجلس المدينة ما بغاوش يوصفوني بعض الموظفين. يعني هاد الناس تحيدوا عليا وخفاو وثائق رسمية، وقالك ما كاين لا تعرض لا والو. وكنطلب منك يا صاحب الجلالة انك تنصر لي وتشوف حال عبد ديك الضعيف بن ورد نور الدين، اللي هو في امس الحاجة الراحة في الدار ديالو، في امس الحاجة انه يجي للماكينة وكل هدوء، باش يكون صداع ودارو تزعزع وباه يتزعزع ودارو كلها كتزعزع بهاد الآلة. وهاد الآلة راه الصوت ديالها كيتسمع تقريبا على شي 200 متر ولا 400 ولا 600 متر. يعني هاد الآلة راه ما شاء الله. وهاد الناس راه ما بغاش يعطيوني حقي يا صاحب الجلالة، علاش التجأت لك؟ والله هو اللي توفيق. وكنتمنى منك يا صاحب الجلالة انك تنصرني وتعطيني حقي باش نعيش في البلاد بكرامة ليا نستحقها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.